بحكم اصناف النخيل المحليه، كاين اصناف محليه من بين الاصناف الوطنيه. هاد المستثمرين تقريبا اكثر من 8 مليار دينار جزائري طرحينها للاستثمار، تقريبا في مرحله الانجاز 1500 منصب عمل، وفي مرحله ليكسبلواتاسيون في مرحله الاستغلال للاستثمار طرحين انه ممكن توفير تقريبا 2600 منصب عمل. راح نعمل كل جهدنا في الاسابيع القادمه على انه نوفر الظروف الملائمه باش نمشي في نبدا في هذه الاستثمارات اللي هي زياده في ولايه ورقله، اللي راح تطرح على ساحه ولايه ورقله مناصب عمل لا باس بها، ونخلي حتى من الاستثمارات اللي قامت بهم الدوله في المدينه الجديده يستغلوها الشباب والمواطنين ولايه ورقله. فيما يخص المنطقة العمرانية فيه تقريبا 2000 سكن هو منجز في قيد الانتهاء.